هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. السلام عليكم مشاهدي قناة الأستاذ تبع، أهلا ومرحبا بكم في ميكروفون جديد. فريق الوداد البيضاوي بعد انتصارين متتاليين في بداية الدوري المغربي المحترف لكرة القدم ينوي لهذا الموسم. الوداد عينه على انتصار آخر، لكن هذه المرة المهمة ما غتكونش سهلة، مرة أخرى أمام فريق أولمبيك آسفي. كنعرفوا الندية اللي كتكون ما بين مباراة الوداد أولمبيك آسفي. خرجنا باش نسولو جماهير وداد الأمة على التوقعات ديالها لهاد المباراة. إذن احنا دائما مع الجماهير الودادية اللي سعيدة بعد انتصارين الأخيرين. كيف جاك الوداد في المباراتين الأخيرة؟ جوج انتصارات البداية ديال البطولة. أخويا كنشكر بعدا اللعاب من الجداد تبارك الله. شكون؟ اللعاب الجداد بحال من مثلا؟ بحال ديال طنجة اللحية تبارك الله الواعر. وأخويا حقنا الفوز إن شاء الله البطولة هذا العام غنديو حنا كلا راجا الأول. أو كندوي على هذوك اللعاب ديال كورونا دربها طرف كورونا الجيش حاج لعاب في كورونا الله يشافيهم. وان شاء الله كنتمنوا المباراه ديال اليوم نربحوا ان شاء الله. اسفي اسفي كنعرفوا اسفي كيقدم مباريات كبيره ضد الوداد والراجل. اخويا ان شاء الله نربحوا اليوم. لا نربحوا ان شاء الله مربوحه اليوم. واش بالك مع البنزرتي الوداد هذا العام غتحصد اليابس والاخضر غديك الالقاب ان شاء الله. اخويا راه كلشي ممكن شي ديك راه كره كرة زهر. شنو توحشتي واخا الجمهور الوداد توحشتي في الملعب؟ شنو توحشتي؟ لا والله توحشنا الوينرز فراي ميجا كدزها شوية مع الكابو وان شاء الله كنتمناو نرجعو لهاد الايامات اللي كنا الاولى ان شاء الله. واخا النتيجة كتوقع اللقاء الوداد واسفي؟ يوم ماشي 3-1 ان شاء الله. 3-1. إذا معنا مشجيع ودادي اللي ملقبين هنا بسباتة بالتاكناوتي. أولا شنو سر أنهم كيقولوا لك التاكناوتي؟ على حساب الطريقة ديال الكبير الجزائري كتشبه التاكناوتي. التاكناوتي. ويعني الطاولة تبارك الله. شنو يعني وانت كتحلم تحبس فريق الوداد البيضاء؟ ما كرهناش ان شاء الله. علاش لا؟ حنا نحملوا ديك القميص حيت عزيز علينا بزاف. واخا شنو الرسالة اللي تبغي تقول للتاكناوتي باش يسمع الميساج ديالك؟ كنتمنوا من السي التاكناوتي ان شاء الله هو في خدمة انه يزيد يخدم ويزيد يتطور. انا معاه في السراء والضراء. حنا جمهور ديال الوداد كنحب الوداد وكنبغيو اي لاعب يحمل قميص الوداد والله يسهل عليه ونتمنوا يخدم الخدمة ديالو ويزيد يخدم. واخا الوداد امام اولمبيك اسفي كنعرفوا اسفي فريق اللي ماشي سهل. واخا يكونوا النتائج السلبيه راه اسفي كيبقى ماشي سهل. يعني كيفاش بالك هذه المباراه؟ كنتمنوا انه تشوفوا اللعابه اللي غيدخلوا يقضيو ويموتوا هذاك التوني وعرقوا ذاك التوني. حنا كنتمنوا من الله اننا ندخلوا ونشجعوهم مي ما كشافش الله وتشوف الكونفينمون وتشوف حاجه صحي ما توقفت البطوله وتبقى ممنوع دخول الجمهور. احنا معاهم من ديورنا من القهاوي من بزاف الحوايج. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان تكون 3 بوان للوداد ان شاء الله. واخا ان شاء الله النتيجه اللي كتوقع اللقاء ان شاء الله. علاش 3-0؟ اذا يعني جميع الفئات العمريه حاضره معنا في ميكروفون الوداد امام اولمبيك اسفي. معنا العميم الودادي اللي كيف كنقولوا قلبه عامر. المهم عطينا ما عندك. السلام عليكم. بغيت نصيفط واحد الرساله للناصري وبغيت نبلغ البنزرتي. كيجيب لعابه في المستوى مزيانين وبثمن رفيع وحاطهم وملعب ليا لعابه ما كيسواوش يا صاحبي كيمرضوا في الجمهور. راه ماشي معقول هذا. وهذاك المترجي عطاو شحال ديال الفرص وباقيين خاشينو. هذاك خصو يريح. هذاك اللعابه مزيانين حاطينهم جيب لهم الثمن مزيانين وحاطينهم وملعبي ليا لعابه كاع ما يستاهلوا يلعبوا في الوداد. هذا هو الشيء اللي مرضني انا ومرض كاع الودادين كاع مرضهم. سكوما جيبو زبد ديال فلوس وحاطو مصوفة لاعب في المستوى رفيع وكيلعبو حتى 10 دقائق الاخرين. راه مرضونا هاد الناس. هذا راه مرضونا. ديروا معنا شي حل ولا كنتو ما قاديش بالمكتب عطوه شي واحد اخر قاد به. واخا انت شخصيا قانعك اداء الوداد في المباراه الاولى؟ لا لا ما قانعينيش. قانعني ملي دخلوا دوك جوج اللعابه في الاخر ربع ساعه الاخرى عباش بانت الوداد الحقيقيه في هذاك الربع ساعه الاخرى. الاول غير الهيكل ديال الوداد هو اللي كيربح. راه ماشي الوداد اللي كتربح غير الاخرين عاطينا القيمه. اما دوك اللعابه راه ما بانوش ليا فيهم. ملي دخل سكوما ونصوفا في الماتش الاخر دخل نصوفا بانت شويه كوره. علاش هاد جوج لعابه يحطهم علاش؟
واخا الوداد اسفي توقع ديالك اللقاء وا ماتش صعيب واللي بحال السيد اللي هضر قدامي قال ثلاثة راه كذب كيناش على اسفي ربحوا بثلاثة غادي يربحوا بحال زيرو ان شاء الله هادشي كيبان ليا غالبا بحال زيرو ان شاء الله غادي يربحوها. السلام عليكم. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الوداد اولمبيك اسفي الوداد اولمبيك اسفي الوداد ديما كتكون تفوق على اولمبيك اسفي ونتمنوا من اللعابه ديال الوداد يزيدوا في النتائج يعني يدخلوا الماتش يلعبوا ما يديروش بان لا ما عندهم دوك دو ماتش رابحين هادي اسبي ولا همزي يدخلوا اي ماتش البطوله كامله خصهم يديروا هادشي والماتش ديال الاسبي غيكون مربوح ان شاء الله الرحمن الرحيم. النتيجه كيف تتوقع اللقاء؟ النتيجه غتكون جوج زيرو ولا جوج وبالنسبه للسي الناصري كنوجه لك واحد النداء هذا ودادي قر ودادي حر يعني كنوجه لك واحد النداء الله يرحم لك الوالدين لما دير الناس معاك اللي غادي يخدموا الوداديين ولاد الدار فهمتي حنا راه دوسنا كره ولعبنا كره بلا ما نعطوك التاريخ ديالنا ولا هذا المهم الناس الا بغيتي تخدم انا كنعطيك كنقول لك انا راه شوف ديجي تشامبيون ليغ مع موته انا ودادي ما قنعتينيش الفرقه ديالي ما قنعتنيش لحد الان باقي ما مقنعاني لا بتسيير لا بزاف حوايج حنا سيرنا كره ولعبنا كره وكنعرفوا الكره الله يرحم لك الوالدين عاوتاني كنقول لك مره اخرى الله يرحم لك الوالدين حنا ما كننكروش ليك ما كننكروش الجميل ديالك درتي شي حاجه مع الوداد الله يرحم لك الوالدين خدم مع الوداد ودير ناس 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 اللي هما كيفهموا الكره ولا الدومين ديال الكره عندك ناس خرمازه معاك تما هادشي اللي كنطلبوا منك الا جبتي الناس ديال الفرقه ديال الوداد راه غادي الوداد تمشي مزيان بقيتي هكا انا كنقول لك انا من هنا دابا هو العام غادي يكمل فهمتي وراك ما غدير والو. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه MDGS نربحوا الرياضه.